الفترة الانتقالية اللي كانت بين دولة الأيوبيين والمماليك قد إيه كانت صعبة ومتشابكة وزخمة الأحداث؟ فترة لا تتجاوز السبع سنين، بس حصل فيها حاجات بتحصل في 70 سنة توالى عليها سلاطين وملوك وأمراء، زالت فيها ممالك وعروش كانت قايمة من زمن طويل كأن لم تكن. باختصار، الانتقال ما كانش سلس أو طبيعي. خلونا النهاردة نتكلم شوية عن فترة زمنية مش واخدة حقها في التاريخ المصري. أنا طارق الشافعي ودي قناة وقال الراوي. ظهر المماليك على الساحة السياسية تقريبا من بداية العصر الأيوبي. منح السلاطين كبار القادة منهم اقطاعات ومنح بغرض انهم يبقى لهم مصدر دخل يصرفوا منه على الكتائب بتاعتهم ويدفعوا مرتبات الجنود ويزودوا عددهم وعتادهم. كانت الاقطاعات دي زي ما قلنا قبل كده بتمنح لشخص الأمير بحكم منصبه علشان هو القائد، شوية بشوية زود السلاطين عطاياهم علشان الولاء، فمنحوهم الاقطاعات دي وراثية ليهم ولأولادهم من بعدهم وبمرسوم سلطاني. ده عمل من الأمير حاجة كده زي دولة داخل الدولة بتزيد قوته وسطوته ومكانته عند السلطان. كلما زود من عدد مماليكه وزود من مساحة اقطاعه تنافس القادة المماليك على مزيد من مناصب الدولة العليا. كل دول لغاية عصر السلطان أيوب كانوا مماليك أو رقيق بيملكهم السلطان حتى لو كان أمير. لاحظ القضاة في مصر إن هما ابتدوا يحرروا عقود بيع وشراء وملكية باسمهم، وده شرعا لا يجوز. العبد أو المملوك ملوش حق التملك في الشريعة الإسلامية لأن هو نفسه ملك لسيده أو أستاذه. قام الشيخ عز الدين بن عبد السلام بدوره التاريخي في تحرير المماليك من الرق عام 1246، طبعا بالاتفاق والتراضي مع السلطان نجم الدين أيوب، ومن هنا بدأ العصر الفعلي لسطوة المماليك في مصر والشام. وبعد وفاة الملك الكامل سلطان مصر تحالف مماليكه أو المماليك الكاملية مع المماليك الأشرفية بزعامة عز الدين أيبك، واللي كانوا مماليك الأشرف بوسى أحد أمراء الشام اللي انتصر عليهم الكامل وأخذ مماليكه. ضد العادل الثاني سلطان مصر ابن الكامل اتفقوا ان هم يخلعوه ويجيبوا اخوه الصالح نجم الدين ايوب بداله سلطان على مصر عام 1240، واللي بدوره حفظ الجميل للمماليك الاشرفية، ضمهم لخدمته وساوى بينهم وبين مماليكه المماليك الصالحية بزعامة فارس الدين اقطاي، وخلى مقرهم كلهم في قلعة الروضة معاه وحواليه. منح القادة بتوعهم مزيد من النفوذ والاقطاعات والمناصب العليا في مصر، أمر إن هم يشتروا مزيد من المماليك ويدربوهم. ومن اليوم ده زالت مسميات زي المماليك الأشرفية والمماليك الصالحية، بقى اسمهم كلهم المماليك البحرية. وبعد الانتصار التاريخي على قوات لويس التاسع في المنصورة وفارسكور، تولى السلطان غياس الدين تورانشاه ابن الصالح أيوب الحكم في مصر. عمل زي ما بيعمل أي سلطان قبله، جاب مماليكه وخصته وحطهم فوق المماليك البحرية. مش كده وبس، ده هددهم بالسجن والاعتقال لو حد فيهم اعترض على كلامه، ودي طبعا كانت رعونة وطيش منه، ما كانش سياسي زي ابوه. ده اللي خلاهم كلهم يتفقوا عليه ان هم يغتلوه عام 1250 ويخلصوا منه هو وكل مماليكه، ويولوا شجرة الدر زوجة الصالح ايوب وام ابنه اللي مات المنصور خليل سلطانة على مصر، ومعاها الامير فارس الدين اقطاي قائد الجيش، والامير حسام الدين بن ابي علي نائب للسلطنة. وده اللي خلى بقية الاسرة الايوبية في الشام يعترضوا، احنا خلاص كده عيارنا فلت، الامراء الايوبيين حكام البلاد بقوا بيتقتلوا عيني عينك، وشوية مماليك بيروحوا ينطوا يقعدوا مطرحهم. وعلى طول اعلن حكام دمشق والكرك وبعلبك وحمص انفصالهم عن حكومة القاهرة، واعلنوا تبعيتهم للناصر يوسف امير حلب واحد اهم امراء البيت الايوبي في الشام، اخذ نص الشام تقريبا من غير ضربة سيف واحدة. شاركهم في اعتراضهم ده كمان الخليفة العباسي المستعصر في بغداد، بعت رسالة للقاهرة بيقول لهم فيما معناه لو ما عندكوش رجالة يحكموا قولولنا واحنا نبعت لكم واحد. حس المماليك ان موقفهم بقى صعب
وصولهم للسلطة كان بانقلاب، والخليفة العباسي اللي كان في الوقت ده معاه شرعية أي حكم مش معاهم، طب يعملوا إيه؟ وبعد التشاور والتباحث كان الاتفاق ان هم يجوزوا الملكة شجرة الدر الواحد منهم يحكم البلاد بصفته نائب عن الخليفة العباسي، الى جانب حاكم من الايوبيين لازم يكون صبي صغير علشان يحكم تحت الوصاية، ويبقى الحاكم اللي هم اختاروه وصي عليه، واختاروا واحد عنده 10 سنين من بيت الملك الكامل سلطان مصر كان حفيده، سموه الأشرف موسى ومنحوه لقب السلطنة، وجنبه اختاروا الأمير عز الدين أيبك يتجوز الملكة شجرة الدر وتتنازل له هي عن الحكم، واختاروه هو بالذات لأنه كان أكبر واحد فيهم عنده مماليك عزوته كبيرة زي ما بيقولوا، ويفضل الأمير أقطاي قائد للجيش أو أتابك للعسكر، بعتوا سفارة كبيرة لبغداد ومعاها هدية كبيرة للخليفة المستعصم علشان يقبل باللي حصل، وقبلت الملكة شجرة الدر الوضع الجديد بعقل راجح، رجعت بإرادتها خطوة لورا، ولكن بسطوتها ونفوذها وتدبيرها فضلت في دايرة الحكم والسلطة، ورجعت السفارة من بغداد تلف في شوارع القاهرة بخلعة الخليفة وموافقته على تولية أيبك للعرش، ومنحوا الخليفة كمان لقب الملك المعز أيبك، واداله سيف ذهب وعباية وراية سودة شعار للعباسيين تضاف لمجموع السناجق السلطانية الخاصة بيه. ورغم اعتراف الخليفة العباسي بشرعية النظام في القاهرة، لكن الأمراء الأيوبيين في الشام ما دخلش عليهم الكلام ده، طبعا كانوا عارفين داخليات الأمور، فقرروا ان هم يتحدوا مع بعض ويبعتوا جيش لمصر بزعامة الملك الناصر يوسف يستولي عليها ويقبض على المماليك اللي هناك كلهم ويرجعوا مصر للأسرة الأيوبية، وقرر الناصر يوسف ان هو يوسع التحالف ويتصل بالملك لويس التاسع المهزوم واللي كان وقتها قاعد في عكا، ويضم هو كمان وبقية جنوده للتحالف ضد مصر، طلبوا منه ان هو يتحرك ويهجم على دمياط في نفس الوقت اللي هم بيتحركوا فيه وبيهجموا على القاهرة علشان يشتتوا أيبك وجيشه، وعدوا لويس التاسع ان هم يتنازلوا له عن القدس وكل اللي حواليها. بعت الناصر يوسف كمان للقاهرة سرا يتواصل مع بعض قادة المماليك اللي ما كانوش موافقين على توليد أيبك للسلطة، بيستملهم معاه وبيوعدهم بمناصب واقطاعات لو نجح في غزو مصر، ولما بلغت أخبار التحالف ده لأيبك وشجرة الدر في القاهرة جمعوا كل أمراء المماليك في قلعة الجبل، قرروا جميعا تجديد الولاء للسلطان المعز أيبك سلطان مصر ومراته الملكة شجرة الدر والأمير أقطاي أتابك العسكر، والقبض على كل المماليك المعارضين والخروج لمقابلة جيش الناصر يوسف سلطان دمشق. في نفس الوقت بعتوا رسالة للملك لويس التاسع في عكا بيفكروه بنص الفدية بتاعته اللي لسه ما اندفعش وباقي الأسرى الفرنسيين اللي كانوا ما زالوا في السجون المصرية، بيحذروه من التحالف مع الناصر يوسف وبيلمحوا ان هما ممكن يتفاوضوا في باقي الفدية بتاعته مقابل ان هو يفضل على الحياد. وفي فبراير عام 1251 وعند قرية العباسة بين بلبيس والصلحية حاليا محافظة الشرقية دارت معركة كبيرة بين الفريقين، مماليك مصر بقيادة أقطاي وأيوبيين الشام بقيادة الناصر يوسف، استمرت لسبع أو ثمان ساعات، كاد الناصر يوسف إن هو يهزم أقطاي لولا إن أقطاي نجح في استمالة كتيبة المماليك العزيزية من جيش الناصر يوسف كانت تقريبا بتشكل نص جيشه، انقلبت الهزيمة لناصر في أقل من ساعة زمن، تشتت باقي جيش الناصر يوسف ووقع كتير منهم في الأسر، انسحب أغلبه على بلاد الشام وهو معاهم، ورجع أقطاي للقاهرة ودخل من باب النصر راكب الفرس بتاعه ورافع بإيده سناجق الناصر يوسف وسيفه الخاص، وكمان في إيده التانية ماسك الفرسة بتاعته، ووراه الأسرى منزوعين السلاح شكلهم مبهدل ومكبلين بالحديد، لف بيهم قدام الناس لغاية مراحل قلعة الجبل، رمى الغنايم وكبار الأسرى المكبلين تحت رجلين أيبك وشجرة الدر في مشهد استعراضي سينمائي كان ناقصه بس كاميرا تصور الحدث العظيم ده. زادت بعدها مكانة أقطاي عند السلطان وعند المصريين، اعتبروه من اليوم ده قائد عظيم، وعلى طول قرر أيبك ان هو يستغل النصر ده ويدق على الحديد وهو ساخن،
امر الطائي ان هو يخرج جيش ناحيه غزه يطارد فلول الايوبيين. في نفس الوقت بعت رساله للويس التاسع ملك فرنسا يطلب منه ان هو يخرج بجيشه يحتل يافا مقابل الافراج عن باقي الاسرى الفرنسيين. بالفعل خرج لويس التاسع واحتل يافا. في نفس الوقت اللي وصل فيه أقطاي للصالحية كان بيستعد ان هو يقابل الناصر يوسف من جديد. في الوقت العصيب ده بقى وصل رسول من الخليفة العباسي في بغداد بيطالب الجميع بتنحية الخلافات دي جانبا والاتحاد استعدادا لملاقاة المغول اللي كانوا نجحوا في القضاء على دولة الخوارزميين واحتلوا فارس كلها وبيستعدوا للهجوم على بغداد في عام 1253. وبعد مفاوضات كتيرة امتثل الاتنين لأمر خليفة بغداد. اعترف الناصر يوسف بولاية أيبك على مصر وجنوب الشام لغاية نهر الأردن بما فيها القدس وعسقلان وغزة، واعترف أيبك بولاية الناصر يوسف على باقي مدن الشام، واتفقوا الاتنين على إطلاق سراح كل الأسرى اللي عندهم وإعادة السناجق والغنائم اللي أخدوها. غالبا إن موجة الرعب من المغول أثناء زحفهم هي اللي كانت ورا المشهد ده مش رسالة بغداد طبعا. اما بقى الاوضاع الداخليه في مصر في الوقت ده فما كانتش على ما يرام ابدا. المعترضين على تولي مملوك لعرش البلاد كانوا كتير، بالذات القبائل العربيه او البدو اللي كانوا بيعتبروا نفسهم احرار ما ينفعش ان هم يخضعوا لسلطه مماليك. سبقوا واعترضوا قبل كده على حكم بعض سلاطين الايوبيين، فما بالك بقى بمماليك. امر السلطان ايبك الامير اقطاي ان هو يخرج بالجيش ويقبض على المتمردين من قبائل البدو بزعامه واحد كان اسمه حصن الدين ثعلب. بعت اقطاي رسول لثعلب بيديله الامان وبيدعوه للتفاوض. راح له فعلا ثعلب ومعاه وفد من البدو، قبض عليهم اقطاي جميعا وسجنهم في ابراج سور اسكندريه، وبعت يهدد القبائل بتاعتهم لو ما سكتوش هنقتل لكم الزعيم بتاعكم واقبض عليكم جميعا. وبكده نجح اقطاي في القضاء على تمرد البدو بمنتهى السهوله. ده برضه خلى كتير من الناس تتكلم عنه بصوره قلقت السلطان. اشارت عليه مراته الملكه شجره الدر ان هو يخلص منه علشان ما يبقاش منافس ليه في الحكم ومعاه تأييد الناس، واستخدم ايبك نفس سلاح اقطاي في القضاء عليه الغدر. استدعى التشاور في قلعه الجبل، ولما جه اقطاي ودخل عليه ومش واخد خوانه قبض عليه مماليك السلطان بزعامه الامير قطز واللي بعد كده هيبقى سلطان، وقتلوه ورموا جثته لمماليكه وهددهم ايبك لو مش هتحلفوا يمين الولاء للسلطان هتبقوا متمردين وهعتقلكوا جميعا. فخافوا وهربت اعداد منهم كتير على بلاد الشام، اهمهم كان الامير بيبرس والامير قلاوون واللي بعد كده هيبقوا سلاطين. لجأوا للملك الناصر يوسف سلطان دمشق عدو ايبك واللي طبعا رحب بيهم وضمهم لمماليكه، وقعد يفكر ازاي يستغل الموقف ده لاستعادة جنوب الشام اللي شايف ان ايبك اخدها منه. في الوقت ده بدأ نجم الامير قطز يعلى بين المماليك، كان اقرب واحد للسلطان واكترهم ولاء ليه، كمان ساعد في القضاء على تمرد مماليك اقطاي وتمرد مزيد من قبائل البدو. عام 1255 عينه السلطان ايبك نائب للسلطنة، واسند اليه امر متابعة المماليك البحرية اللي هربوا على الشام وتصفيتهم، لان وجودهم هناك كان بيشكل اكبر خطر عليه، لكنه ما كانش يعرف ان الخطر كان اقرب له من كده بكتير. وفي عام 1257 كانت العلاقات بين ايبك ومراته الملكة شجرة الدر مش على ما يرام. ايبك قبل ما يتجوز الملكة كان له زوجة تانية وكان له منها ولد. لما اتجوز شجرة الدر زيها زي اي واحدة ست تبقى ملكة بقى ولا مش ملكة، اشترطت عليه ان هو يقطع علاقته بمراته القديمة تماما ويطلقها. وافق ايبك ولكنها اكتشفت انه ما زال على علاقة بيها وبيتقابله في السر. في نفس الوقت قرر ايبك ان هو يتحالف مع مزيد من الامراء في الجزيره الفراتيه علشان يساعدوه في صراعه قصاد الناصر يوسف. تواصل مع الامير بدر الدين لؤلؤ امير الموصل بيعرض عليه التحالف والزواج من بنته الاميره واللي كان عمرها الوقت ده 18 سنه، ولكن لؤلؤ حذر ايبك من مراته شجره الدر، قال له ان وصلته معلومات انها بتراسل الناصر يوسف من وراه وبتتفق عليه. وهنا راح ايبك اتجن عليها واجهها بالموضوع ده، وكمان هي واجهته انها عارفه ان هو مازال على علاقته بمراته القديمه وانه رايح كمان يتجوز واحده جديده،
قالت له ان هي اللي عملت منه سلطان، ولولا افكارها ومشورتها ما كانش هيقدر يقف قصاد اعدائه وينتصر عليهم. وطبعا زي اي زوج مصري اصيل في ذروه الخلاف مع مراته ضربها ايبك بالقلم وامر بتحديد اقامتها في احد ابراج القلعه. فقررت هي بدورها ان هي تخلص منه في ابريل عام 1257، واثناء ما كان السلطان بيستحمى في حمامه الخصوصي في قلعه الجبل دخلوا عليه مماليك شجره الدر، خنقوه وبعدين لبسوه ملابس النوم بتاعته وحطوه في سريره قدام قطز وباقي المماليك. اعلنت شجره الدر وفاه السلطان بالليل وهو نايم وفاه طبيعيه. طبعا الكلام ده ما دخلش على قطز ولا على مماليك السلطان، راح قطز قبض على كل ممالكها واستجوبهم واعترفوا باللي حصل، امر باعدامهم جميعا، كمان امر باعتقال شجره الدر وسلمها لدرتها ام علي علشان تاخد طار جوزها منها. رمى كل ده ورا ظهره وبدا مرحله جديده من تاسيس دوله المماليك. بعض المؤرخين زي المقريزي بيبداوا العصر المملوكي من توليه شجره الدر عام 1250، البعض الاخر زي ابن تغلبردي وابن اياس من بعده مش بيعتبروها سلطانه اصلا لعدم الاعتراف بحكمها اللي كان 80 يوم بس، بيعتبروا البدايه الحقيقيه للعصر المملوكي بدايه من تولي ايبك للسلطه. لكن برضه ورغم حصوله على موافقه الخليفه ودعم الامراء المماليك وانتزاعه الاعتراف بحكمه من اعدائه، لكن عمر سلطنه ايبك ما كانت محل اتفاق ولا نجح في تثبيت اركان دولته ولا حتى رسم ملامحها ولا شكلها الجديد. علشان كده لو هنعتبرها بدايه فهي بدايه غير فعليه او مجرد مرحله انتقاليه. البدايه الحقيقيه بقى هي اللي هنتكلم عنها في حلقاتنا الجايه ان شاء الله، تابعونا. ولغاية هنا انتهت حلقتنا، لكن كلامنا لسه ما انتهاش. اكد على اشتراكك في القناة علشان تتابع معانا الحلقات اللي جاية، لايك الحلقة وشير لأصحابك علشان تساعدونا نوصل للمزيد. شكرا لكل اللي بيدعمونا عن طريق الانتساب للقناة، دوس على الزرار الابيض اللي تحت تفهم اكتر. في انتظار تعليقاتكم، ولغاية ما نتقابل تاني نشوفكم على خير.